في فضائية من الفضائيات، ربنا يقينا شر الفضائيات واللي فيها، ان يا اخوانا صلاة الفجر بتاعتكم دي باطلة. ليه كفالة الشر باطلة ليه؟ قال لك لانه اصل حساب النتيجة ملخبط. ومين اللي لخبطه؟ ده حساب النتيجة ده له تاريخ وله وضع وله كذا إلى آخره. جايبين الكلام ده منين؟ قال سمعنا حد بيقول إن حساب النتيجة بتاع الفجر ده ملخبط. طيب ملخبط إزاي؟ إيه اللي حاصل؟ إيه اللي أنت عايزينه؟ قال لي يعني لما بنبص في السماء كده بنلاقي إنها يعني لسه ضلمة، احنا عايزين يعني تكون منفتحة شوية. يبقى إذن لازم نفهم ان في قصة طويلة عريضة قوية ورا النتيجة دي. النتيجة دي ما جاتش اعتباطا، المسلمين كده ما كانوش ماشيين بالاعتباط. حصل سنة 1906 ان في ناس طلعت وقالت كده، قالت يا جماعة احنا في الحقيقة عايزين يعني نختلف شوية ونختلف في صلاة الفجر. فالحكومة المصرية استدعت خبير بريطاني، والخبير ده كان اسمه هايدي. واخونا هايدي ده الخبير الفلكي البريطاني جاء وجلس في أسوان شهرين يترصد الفجر طبقا للعلامات الشرعية المرعية التي ذكرها له العلماء. وإحنا كان عندنا فلكيين كويسين قوي في القرن 19، منهم محمود باشا الفلكي، ومنهم مصطفى باشا إسماعيل الفلكي، ومنهم ناس أكابر ومؤلفين مراجع كبيرة في قضية الفلك. وكان عندنا علم يدرس في الأزهر اسمه علم الهيئة. فالحاصل ان هايدي راح وعمل الجداول بتاعته، وبناء عليها كتبت هذه النتيجة بتاعتنا سنة 1906. قصة هايدي دي ما هي قصة كبيرة، فنكمل. كنا نتكلم أن مستر هايدي جاء ليضبط الحسابات الدقيقة للصلوات، وفعلا فعل هذا، وتولى قسم جيوديسيا في مصلحة المساحة نشر هذه المواقيت للصلوات التي نراها في النتيجة. وتوالى بعد ذلك من ألف في نتيجة العصر، واستعمل في ذلك علم الفلك وعلم الهيئة. علم الهيئة هو جانب الفلك الذي كان يدرس في الأزهر إلى قريب من الخمسينيات، والشيخ الزرقاني كان آخر من درس علم الفلك في الأزهر الشريف. بعد ذلك ارتئي أن المسائل أصبحت مسلمة، وأن هذه العلوم كلها أصبحت تدرس في علم الفلك وفي علم الجيوديسيا وفي كليات الهندسة وكليات العلوم، وأصبحت مسلمات. وقضية أننا لا ندرس علما معينا لأنه وصل إلى حد المسلمات قضية عالمية موجودة في كل الدنيا. من أوائل القرن العشرين من سنة 1900 منع أخذ رسائل علمية في جامعات إنجلترا على أضواء السماء. ما هي الفجر والظهر والعصر والمغرب والشروق والحاجات دي كلها هي متعلقة بأضواء السماء، حركة الأجرام وما تحدثه من ضياء في السماء. بطلوا إنهم يدرسوها. ليه؟
بطلوا ياخدوا فيها دكتوراه وماجستير لأنهم خلصت خلاص، خدوا فيها اللازم ونقلوا الدراسة إلى ما هو أعمق وإلى ما هو أعقد وإلى ما هو أقل معرفة عند البشرية، فنريد فتح أبواب المعرفة. أما هذه الأشياء البسيطة فانتهينا منها من زمن طويل. سيد قطب كاتب في الظلال انه لا، انه ده في خطأ هنا في هذا. وسيد قطب ما درس جيوديسيا ولا درس علم الهيئة ولا درس كل هذه العلوم التي فيها.